بتنضم لنا على تليفون سيادة السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. سيادة السفيرة أهلا بحضرتك، وطبعا ألف مبروك، وإن شاء الله يعني تبقى بداية جديدة موفقة. ولكن الجميل في هذه البداية أنها كانت أو أنها واضح أنها مبنية على ما تم إنجازه في الوزارة. شفنا مشهد جميل جدا بين حضرتك وسيادة السفيرة نبيلة مكرم، والحقيقة الصورة كانت بألف كلمة، وكان التسليم والتسلم في كده نوع من الحضارة والرقي. احكي لنا بقى ما دار في الكواليس. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك بحضرتك، وأنا متشكرة على استضافتي. الحقيقة النهاردة كان يعني المشهد كان مفسر نفسه زي ما حضرتك بتقولي. احنا يعني الفكرة اللي احنا حاولنا نوصلها والرسالة اللي اتفقت مع معالي الوزيرة نبيلة عبد الشهيد للجميع بان احنا ان التواصل لن ينقطع، اننا نعمل في دولة مؤسسات، وان المؤسسة هي الاهم والابقى بغض النظر عن من يقودها في الوقت الحالي، وإن إحنا يعني لن يكون هناك نجاحا لمبدأ عاش الملك مات الملك. الهدف هو مصر والمصريين، الهدف هو تحقيق الإنجاز، والمسؤول الجديد اللي بيجي ما بيهدش، المسؤول الجديد اللي بيجي بيبني على ما تم تأسيسه بالفعل، وبيحاول إن هو يطور ويعظم ويطرح مبادرات خارج الصندوق تتواكب وتتعامل مع الوضع الحالي. ودايما الوضع الحالي هو وضع متغير ولازم نتعامل معاه بشكل مختلف. فالحقيقة احنا الرسالة هي كانت كده، ان احنا بنقول ان احنا فريق واحد، فريق عمل واحد، ان احنا في احتفالية وفي احتفال بالمسؤول المغادر، لانه هو حقق ما كان عليه باقصى ما كان له من امكانيات، وان اللي جاي جديد مش هيلغي اللي تم قبل كده، بل هيبني عليه وهيكون في محاولا ان هو يضيف المزيد اليه. طيب أنا عارفة إنه حضرتك بدأتي بالفعل اجتماعاتك، وأنا عارفة كمان إنه سيادة السفيرة نبيلة مكرم بدأت نسخ سابقة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج. بكرة في صحيح. نسخة ثالثة، إيه الجديد اللي هيحصل فيها؟ هو الحقيقة النسخة الثالثة هي نسخة مهمة جدا، لأن هي برضو يعني تطور للنسخ السابقة. النسخ السابقة كانت فيها أكثر تجريبية، أكثر طرح لمشكلات دون حلول. إحنا بنتعامل مع المشكلات في الوقت الراهن، والمشكلات في الوقت الراهن بنحاول نجد حلول لما يواجهه المصريين في الخارج من تحديات، وما يواجهه من تحديات في زمن زي ما حضرتك شايفة كده، زمن غريب جدا، زمن الناس بتعاني فيه من كوفيد-19، في حروب، في تغير مناخ، فكل حاجة في متغيرة. مشهد عالمي مختلف الآن بالتأكيد. في مشهد عالمي مختلف تماما حضرتك، المسرح العالمي بيعاني من أزمات طاحنة، والمواطن المصري هو مش هيبعد عن المسرح العالمي، هو جزء لا يتجزأ منه. والعالم كله بقى قرية صغيرة، يعني اللي أيوة بيحصل في سيبيريا طبعا بيأثر في الهند. ده 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 بمنتهى الصراحة. انت يعني بتقولي الحقيقة، ان احنا كلنا دلوقتي يعني زي ما حضرتك شايفة الحرب اللي حاصلة في اوروبا مأثرة علينا، واحنا يعني بعيدين عنها، مأثرة على غيرنا. تغير المناخ خارب الدنيا اساسا على مستوى العالم، في كل حاجة حضرتك، يعني الدنيا مقلوبة، والمصريين اللي هم خط الدفاع الأول عن مصر خارج الوطن بيعانوا، ومصر قررت إن هي تقف في ظهرهم، وإنها ما تسيبهمش لوحدهم، وإنها تتعامل مع مشاكلهم ومع قضاياهم. فبكرة إن شاء الله هيبقى تعامل مع كافة هذه الإشكاليات. بنتعامل مع الموضوعات اللي بيعاني منها المصريين، بنتعامل مع الشهادات بتاعت أبنائنا في الخارج، بنتعامل مع المسائل الخاصة بالتجنيد، بنتعامل مع المسائل الخاصة بالتعليم.
بنتعامل مع المسائل الخاصة بالاستثمار، الاستثمار في المواطن وتوفير الاستثمارات للمواطن لدعم مستقبله في بلده الأم. فبكره اللقاء بالكيانات، الحقيقه انا محظوظه ان زميلتي الوزيره نبيله عبد الشهيد كانت ابتدت تحضر مع وزاره الهجره لهذا المؤتمر الهام في نسخته الثالثه، وان انا يعني حظي جه ان انا اكمل ما بداته هي، وان انا كمان حظي الاكبر ان انا هيتوفر ليا ان انا اقابل هذه الكيانات جميعا في مكان واحد في قلب العاصمة الإدارية. فطبعا ده هيسهل الكثير من الأمور، انك انت تتعرفي على الناس، انك انت تطرحي بعض الأفكار خارج الصندوق وبعض الحلول لمشاكلهم. ان شاء الله بكرة أنا هبقى مودريتر للمؤتمر بمختلف الجلسات التفاعلية بتاعته اللي تتناول كل المشكلات، بحيث ان احنا نحاول مع بعض نجد حلول للمستقبل، ونشوف ازاي نقدر ان احنا ننفذها، ونشوف ازاي ان احنا نقدر نفعلها في المرحلة القادمة ان شاء الله. سيادة الوزيرة، انا عارفة انه بالتأكيد على اجندة حضرتك او على مكتب حضرتك في ملفات كتيرة مهمة، حضرتك اكيد بدأتي يعني تقولي طب هنعمل في الحاجات دي ايه. أكيد من الملفات اللي المفروض نسأل عليها النهاردة مع حضرتك، وخاصة أنه حضرتك ليكي يعني باع طويل وليكي خبرة طويلة وليكي شغل كتير في الملف الأفريقي، أكيد ربما يكون هذا الملف على يعني على القمه، ممكن انه يبقى في كلام كتير مثلا في مبادره اسكات البنادق مثلا. احكي لنا يعني هذه الملفات هي ايه اصلا، وفي الملف الافريقي ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه؟ هو الحقيقه بما ان احنا بنتعامل مع الملفات الخاصه بالمواطنين المصريين خارج حدود الوطن، فالمصريين في افريقيا هيبقى لهم ان شاء الله يعني جزء كبير وفي محاوله التعامل مع مشاكلهم وقضاياهم في الاطار الافريقي. وطبعا المشاكل والقضايا في الاطار الافريقي ليها خصوصيه، لان الاوضاع والازمات الافريقيه مختلفه زي ما حضرتك بتقولي. عندنا موضوعات الخاصه باسكات البنادق، اسكات البنادق معموله اساسا هذه القضيه وهذه المبادرة بتحاول أنها تتعامل مع الدول الخارجة من النزاعات، والدول التي بها نزاعات ونود إيقافها، ونود مش بس إيقافها، التعامل مع حلول لهذه النزاعات وبناء الدول ومرحلة إعادة الإعمار والتنمية. فالكثير من الدول الإفريقية لها خصوصية في هذا، وطبعا المصريين العاملين في هذه الدول ليهم خصوصية أيضا وليهم احتياجات، محتاجين وسائل علاجية، لأن مش كل الدول الإفريقية فيها الرعاية الصحية على أعلى ما تكون. كثير من الدول الإفريقية بتعاني من نقص في المشروعات التنموية، بتعاني من نقص في آبار المياه، بتعاني من نقص في الدراسة والتعليم. احنا برضو بنحاول ان احنا نخلق شبكة من الأطباء اللي هم مستعدين ان هم يروحوا افريقيا، من المصريين المستعدين يروحوا افريقيا، ومن الأطباء المصريين حول العالم اللي هم لديهم رغبة حقيقية في ان هم يساعدوا الأفارقة ويساعدوا المصريين في افريقيا على وجه الخصوص. والكثير من هذه الامور اللي احنا بنحرص على ان احنا نتعاون ونتكاتف فيها، ان في مصريين في دول اكثر تقدما لديهم الاستعداد والرغبة في مساعدة المصريين اللي موجودين في الدول الافقر او الاكثر احتياجا، او حتى الافارقة بشكل عام، بما ان احنا اوريدي بنتكلم على يعني اخواتنا في الانسانية، فليه احنا برضو ما نقدرش ان احنا نساعدهم. ففي الكثير من الاطروحات بالمنظر ده، بنحاول ان احنا نعمل نوع من انواع المبادرات للربط من خلال علمنا ومعرفتنا بالكثير من النماذج المشرفة للمصريين خارج حدود الوطن، اللي هم كان ليهم قسط
من التعليم لمساعدة من هم أقل تعليما في هذه الدول. فالحقيقة استراتيجية التحرك والتعامل في إطار وزارة الهجرة والمصريين في الخارج استراتيجية عميقة، واستراتيجية فيها مختلف الأبعاد ومتنوعة ومتلونة، وفيها الكثير والكل لخدمة المواطن المصري خارج أرضه. والمواطن المصري خارج أرضه هو خط الدفاع الأول عن مصر، ومن ثم إن شاء الله هيكون المواطن المصري في قلب هذه الخطة وفي قلب السياسات بتاعة وزارة الهجرة. وحضرتك بتقولي لي المواطن المصري خارج أرضه، بفتكر أنه حضرتك ليكي خبرة كبيرة وشغل كتير في ملف الهجرة غير الشرعية. إيه الأجندة بتاعتك في الموضوع ده؟ هتبقى عاملة إزاي؟ أنا عارفة أنه في مبادرة رئاسية هامة اسمها مراكب بالنجاة، حضرتك هتشتغلي في الموضوع ده إزاي؟ طبعا يا فندم، احنا المبادرة الخاصة بمراكب النجاة هي مبادرة غاية في الأهمية، واحنا يعني مش بس هنشتغل عليها، احنا مفروض ان احنا هنطورها. هذه المبادرة بتتعامل مع الظاهرة بتاعة الهجرات غير الشرعية، ومصر قالت على نفسها ان هي تحاول تخنق هذه الظاهرة على أراضيها. احنا في السابق يعني كانت هناك محاولات لجعل مصر ممر للهجرات غير الشرعية من افريقيا لاوروبا، وايضا كانت مستقبلة للهجرات غير الشرعية ومصدرة للهجرات غير الشرعية. فاحنا عانينا كدولة من الكثير من أشكال هذه الظاهرة، واحنا وعلى تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر، واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر أيضا معنية بهذه المبادرة زيها زي وزارة الهجرة، وهي مبادرة رئاسية، والدولة المصرية وضع الكثير من الاهتمام لمحاولة حلها. أنا شفت أماكن، عرفت عن أماكن مثلا موجودة في كفر الشيخ، أنت الأماكن دي بيخرج منها الشباب في هجرته غير الشرعية، تحولت للعكس، بقت ممرات للأمل. بالضبط، هي محاولة لخلق واقع جديد. يعني احنا في قرى بحالها حضرتك اكتشفنا ان هي قايمة في يعني عيشتها على دفع اولادها للهجرة عن طريق الصيد، عن طريق العوم، عن طريق الهروب بشكل او باخر. قرية بحالها يعني زي القرى في دمياط، قرى في كفر الشيخ. كفر الشيخ حضرتك وفي الكثير من المحافظات الاخرى تلاقي القريه بحالها معروفه بان دي قريه هجرات غير شرعيه. والمهاجرين بقى غير شرعيين يعني لما واحد بيهربوا الابن بيحاولوا بقى يتعاملوا مع ان هم ايه، طب تتعايش اسرته وياخدوا بالهم من امه واخواته لحد ما هو يبعت لهم فلوس لو عاش طبعا. فمحاولة خلق واقع جديد ومحاولة تحويل هذه القرى الى مجتمعات نافعة فيها حرفة جديدة وفيها واقع جديد وفيها مباني الناس تسكن فيها وفيها عيشة مختلفة، محاولة لدفع بواقع مختلف، هو ده اللي بيدي أمل لهذه القرى والمدن في إن هي تغير واقعها، إن هي ما تذهبش إلى اليم وتلقي بنفسها في التهلكة من أجل لقمة العيش. إذا كان في أوريدي متوفرة لقمة العيش هنا فيبقى أهلا بالمستقبل بدل ما بنحتضن الموت. فهي طبعا مبادرة بفكر جديد، والهدف منها هو خلق واقع جديد في دولة المؤسسات والجمهورية الجديدة اللي احنا بنحاول ان احنا نخلقها ان شاء الله. ان شاء الله. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في اول تصريح لها بمصر الجديدة.